هاي منو هاي؟ شنو الجمال مالني؟ على كيفك ويانا ايش دعوة؟ مرحبا، شلونكم اموركم؟ احوالكم؟ صحتكم؟ عافيتكم؟ شكم معاكم؟ اليوم جايب لكم معني. عني يا بعني، ومعني مسويت لي عمليات تجميل ومكياج وهاي مسوي هذا تكساس بس يسمونه هو تكساس اسمه يمكن مو هذا اللي كبر الفتوش وما ادري ايش، وجايب لكم نماذج عطلات وكائنات نفرض انه راح تستمتعون كلش هواي بهاي الحلقه. قبل لا نبدا بهذا الفيديو وتشوفون هاي الكائنات وتشوفون ام عني والجمال اللي صارت بي، اذا انت جديد على القناه طب اشترك بالقناه وفعل الجرس وخلي لايك، خلي لايك وتعال. انا وهذا قبل لا تشوفون ام عني خل نبدي لكم بالكائنات اللطيفه اللي بالتيك توك، العمالقه اللي بالتيك توك، واولهم هاي الطفله. شوفوا من يرتبط وياي نرتبط هاي طبعا المعلومه يمكن لابسه الحفاظه وجاي اصور لكم هسه. سؤال وجيه جاي الدعبلي وتمرغل بالقاع، الاهل وين عن هاي؟ سنونها بعدها ما كامله وتريد ترتبط؟ يا الله عرف لك كم واحد مسؤول عبالك الجربوشي لك كان دريد الاكبر منك سحلته وخليته يتوسل، واذا ما صدق اسال بنتك. بابا وداعتك هذا واحد بايع ومخلص، يعني ليه خاف ولا يتهدد؟ بابا هذا واحد خطر صديق اسمي شبهه بالرعب بس الله يستر من نظر بالحده مثل النار قب تفسيري يعني سوى واحد غلى من يقلص غير يكون تبين عنده عضلات. انشب شلك بهالسالفه، ليش تورط روحك بهاي الشغلات يعني؟ وتماله هيبه من يطوب وفاتح لك اغنيه حماسيه. انا بس اريد اعرف ذولي ليش يسوي بروحك يعني؟ ليش واحد يجيب الانتقاد النفسي ويخلي العالم تغلط عليه قوة؟ ولكم كافي اليوم تحدي اليوم مع نوتيلا. انا جوعان بالنسبه لي اكل. جوعان اكل عادي؟ اكله؟ انت غير يسكو. شو اسوي؟ وين نطوج هسه؟ جاي تلاحظون الخيسه اللي جاي نوصل لها والمراحل المتطوره بالمحتوى مالتنا العملاق، يخلي النوتيلا على خدوده ويجون يلطعون من خدوده. اتشي شلون تركين التيك توك؟ جاوا احنا وين نروح؟ اذا تركت التيك توك احنا راح ننتهي، العالم راح يدمر، شو راح يصير بينا اذا انت تركت التيك توك يا يابا؟ اذا ما وصلت 3000 راح تترك التيك توك، اتركيه يابا، كانت تركيه هسه طفله. المشكله طفله انا شغله جاي تدوخني، يعني الاهل يدرون بذوله جاي ينشرون. ليش ساكتين؟ يعني ليش ما يراقبوهم؟ ليش ما يحاجوهم يقولون لهم ترى انتم اطفال مو مال تنسرون؟ يعني ليش ما يعلموهم؟ هاي منو هاي؟ دمك حلا يضرب علي غيم الفدا من التسير كان نجي دمك حلا يضرب علي. انتم بس لاحظوا الحركات. لك معلمي شنو الجمال معلمي؟ على كيفك ويانا ايش دعوة؟ اشرح دكتور شنو اللي سويناه عليها؟ سوينا الوجهات مالتها مثل ما تشوفون الشفه. اليوم معلمي يعني الصراحه جاي تفاجئنا بفيديو عن فيديو، بذاك الفيديو مكياج، هذا الفيديو مسوي عمليه تجميل بس صايره حلوه. وزايدا اللي هو شكرا لك. بعد حلق ضحكي؟ بالعافيه
بس الصراحة الصراحة والله العظيم يعني طلع شكلها كلش حلو. يعني تخيلوا من هذا الشكل إلى هذا الشكل. أم عني والله تستاهلين. يعني بالنسبة لي يعني يعني بعد ما انتقدها لأن حسيتها بنية يعني فطيرة وفقيرة وكلش على نياتها. يعني وضعيتها أحسها تستحق الشهرة أفضل من هاي النماذج. تعلم الطفل أول مرحلة حياته. نعم صحيح توكل حبيب. يلا منا. يلا مثل هاي هسه مثل هاي هاي انت انفرض عليك انه هي مشهورة يعني هسه هاي العالم ما جاي تحكي عليها يعني رغم الغلط اللي جاي يسويها هسه هو طفل وجاي تصوره وتنشره يعني للعالم شرب نارجيلة والضربة هيك واشرب نارجيلة وتعلم يعني المفروض هاي تتحاسب عليها قانونيا تتحاسب عليها ومنفرض عليك مشهورة يعني هاي مشهورة يكون ما حد يحكي عليها ومعني يحتون عليها لهم فقيرة بس مثل هيك سلابات وعطلات هاي لا عادي مع الأسف. بتوجهين معايدة من خلال شاشتنا شاشة هنا بغداد. حبيبي أقول لك كل عام وانت بخير الله يحفظك إلي علوش لمسي. أنتم بس لاحظوا للإسم حبيبي اسم علوش لمسي يا الله هو من اسمه كله لمس واو عميق عميق هذا الإسم. زين هو قال لك العام وانت بخير طبعا عايدني اول الناس اي هو اول الناس اي هو اول ثاني ثالث رابع يا هو انت الاولى كل عام وانت بخير ان شاء الله. زين عايدتي الوالده لو عايدتي حبيبك بالاول اول ماشي عايدت امي وانا عايدت حبيبي الله يحفظكم من بعض ويحفظ لك العائله والوالده. شحتي انا شحتي هسه والله شحتي انا هسه لفت انتباهها اكثر شيء الام اللي ينبتها وهي تهني علوش لمسه واو واو وجهي مبتسمه للحياه يعني لا البنيه مستحيه يعني من الوضع انه فشله يعني ترى صعبه اهن حبيبه قدام الكاميرات وعلوش لمسه والام تبارك تضحك فرحان قوي. مسود مكحله يضرب عليه من فدا من استفاد القف القف يعني يصورها زوجته هسه انت اوكي تحبها وحبها موت عليها ما لها علاقه بك والنبي حبها بس فارش لها القاع ورد اوكي خل تمشي على الورد ليش تخلي ايديك وتدوس على ايديك وتمشي يعني يعني زين هي شلون قبلت على نفسها تسوي بيك هيك وتذلك انت شلون قابل على نفسك تبقى هيك مذلول وتنشر شنو هالخيسه هاي. تلي انا بدنيا غبره وبخت سمايل بخت سمايل تلي انا عيون صلفه ودمع سايل سايل شنو هالصوت الله 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 الاحاسيس اللي جاي تطلع من عندك والمشاعر سايل ليلة بدنيا غبرة وبخت مايل يعني سوي يعني هيك فد حركة موسيقية بحنجرتها الذهبية مايل الله أكبر عليك الله. يعني زوانا دي يدربها دي يفلش بضلوعها البنية ما ظل عظم بيها صاحي شالها هيك اللي طقها بالقاع ودا جاي يدربون على الرقص يعني ما اعرف شنو الغاية من نشر هذا الفيديو على التيك توك يعني وعليه لايكات هواي 100,000 لايك متر ايش قد المهم ويا هذا الفيديو العضروط مال الرقص اللي ما له معنى وصلنا لنهاية الفيديو قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واني احبكم هواي باي. Ha 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 ha